بيكم في حلقة جديدة من هاني موريان في بلاد الأمريكان، وحلقة عن الاختلافات. طبعا اتكلمنا قبل كده عن اختلافات في الحمام، المرة دي هاخدكم في اختلافات في المطبخ. أربع اختلافات ممكن في منهم في مصر وفي ممكن مفيش منهم، بس في أربع اختلافات عايز أقول إن في حاجات لازم نخلي بالنا منها، عشان كده أنا جايبها النهاردة حتى لو في منها في مصر فبحذر منها. ممكن نفس التحذير ده بيكون موجود في مصر، لكن عامة تعال نشوف ايه هي الاختلافات. زي ما شايفين المرة اللي فاتت كنت جايبها من الحمام، المرة دي من المطبخ، والمرة دي مش هسجل فيس تو فيس مع الكاميرا، لا هسجل عملي. فالنهاردة من المطبخ ثلاث اختلافات او ممكن اربعة او على حسب ما انتوا تشوفوها. هل وانا في حاجة واحد من الاختلافات الاربعة دول او الثلاثة دول ممكن ما يكونش اختلاف جامد، او ممكن يكون ماشي في مصر برضو للناس اللي عندهم الديش واشر في مصر. لكن تعالوا نشوف الثلاث اختلافات. نبدأ الاول بحاجة اسمها الديسبوزل، او اللي هو الخلاط بتاع الحوض. انا طبعا سايب شوية فضلات كده في الحوض، يعني اكسكيوز مي عليها، بس عشان اوريكم المثل. طبعا اولا حاجة اسمها ديسبوزل في الحوض هو عبارة عن ايه؟ خلاط بيبقى متوصل بالحوض من فوق ويتوصل بماسورة الصرف، والخلاط ده بيسموه ديسبوزل او خلاط صرف. فايدته ايه؟ تعال نشوف ايه فايدته. هو ده من تحت اهو، هنطلع فوق على الحوض. اوكي، انتوا شايفين الفضلات دي. هو مش محبب انك انت تستخدم الخلاط ده، عشان كده بيتباع في المحلات الكبيرة زي امين، في اغلب المحلات، مش المحلات الكبيرة بس، زي وول مارت او حاجة زي كده، بتتباع الحاجة دي اللي هي بتعمل بروفنت او بتسد على الحاجات الفضلات دي انها تنزل في الحوض. ولكن لو نزلت مش از نوت بيج ديل. يعني هو اللي هيحصل كالاتي، انا طبعا بنظف هنا حواليها. ممكن انت تاخد الفضلات دي وتفضيها في الزبالة لو انت حابب، او انت لو واحد مثلا زي انا كده كسولي، بنروح نعمل ايه؟ بنفضي الحاجة دي في الحوض كده. هتقولي ده هيسد الحوض، انت ازاي ده الحوض هيتسد؟ هقول لكم ما تخافوش، انا ما اعتقدش ان الموضوع ده موجود في مصر، يمكن يتواجد اليومين دول، بس هو عامة لما انا كنت عايش في مصر ما كانش موجود. ممكن يكون موجود في البيوت اللي هي ايه، او الناس اللي هم عندهم مقدرة. طبعا دلوقتي الحاجات اللي انا فضيتها دي في الحوض لسه موجودة جوه. طب الصرف ازاي؟ عبارة عن طريق خلاط الصرف ده. هنفتح المية كده، وهنفتح الزرار بتاع الموتور اللي انا وريته لكم من تحت ده، من هنا. فانا هروح افتح من هنا، واسمعوا صوته كده، سامعين صوت زي خلاط، زي مفرمه كده، هو ايه، فرم كل حاجه. نخلي بالنا او نلاحظ حاجه واحده، ان ده عباره عن سكاكين من جوه، عباره عن سكاكين من جوه. طبعا مش هتتشاف من هنا، لو عرفت اجيبها هحاول اوريها، بس هو صعب ان انا يعني هي عباره عن سكاكين. اوعوا بالنسبه للناس اللي جاي جديد، لو في عند كل البيوت فيها الخلاط ده، اوعوا تفتحوا المفرمه او تفتحوا الكوبس من هنا وايدكم جوه، لان دي مفرمه بتفرم، بعيد عنكم ممكن تقطع ايدكم خالص. فدي اول حاجه من اختلافات. البتاع ده بيتباع في المحلات اللي هي بتاعه الهاردوير ستورز، زي مثلا هوم ديبو او لوز او اي حاجه زي من الحاجات دي. تقريبا بتختلف على حسب الماركه، يعني ممكن توصل من 100 ل 200 دولار على حسب لمده. طبعا ما اشتريتش، وتاتش وود يعني نمسك الخشب عشان ايه ما اغيرهاش، لان هي الموضوع مش موضوع التكلفه بتاعته، موضوع انك انت ايه تركبه. فده اول حاجه من بالنسبه للمطبخ في الاختلافات. تاني حاجة تعالى نتكلم عن الديش واشر او غسالة الاطباق. غسالة الاطباق يا جماعة غلطة انا عملتها زمان اول ما جيت جديد، لان انا ما عنديش ما كانش في عندنا غسالة اطباق. بس المهم لما جينا هنا جديد غسالة الاطباق طبعا ليها
هو المكان ده ليها حاجة مخصوص، صابون مخصوص ليها، اللي هو الصابون ده. الصابون ده regardless يعني، سيبكم من البراند، بس هو ده الصابون ده. اي ديش واشر صابون بتاع غسالة اطباق بيبقى ده تقريبا باللون ده الاخضر، وهنا بتفضي الصابون. بعد كده هي بتعيش حياتها. الاختلاف بقى ايه، او الحاجة اللي لازم تنتبهوا عليها او تعملوها، لان انا عملتها قبل كده، لو ما كانش عندك الصابون ده ويران اوت، لو انت عندك ما عندكش في البيت يعني وخلص عندك، اوعوا تستخدموا الصابون بتاع الحوض. اوعوا تستخدموا صابون الحوض، اوعوا تحطوه هنا. اللي بيحصل كالتالي، اللي بيحصل ان الصابون ده مش معد للمكنة دي، فهول ما هتحطه اللي هيحصل هتلاقي البابلز اللي هي الرغاوي، الرغاوي بقى وايه وفي كل حتة وسرحة في كل في المطبخ كله، وان شاء الله هتبقى ايه ليلة مش هتخلص الموضوع ده. فنخلي بالنا، ده حاجة من الاختلافات اللي احنا لازم نخلي بالنا منها في حكاية الديش واشر والديسبوزل والديش واشر. تالت حاجة، تعالوا معنا نشوف تالت حاجة هنا اللي هي عند البوتاجاز. طبعا اغلبنا او يمكن اغلب مطابخ مصر في بيبقى فيها البوتاجاز، امين فيها اللي هو بيسموه ايه، اللي هو مروحه الشفط، مروحه الشفط اللي هي بتطلع الهواء والزيت والحاجات اللي هي بتقليها على المناور. بقى في مناور في مصر في الشقق والحاجات دي، هنا ما فيش منور يعني، بس في هنا زي مثلا الميكرويف ده من فوق، في زي مروحة صرف برضو. هيبقى اغلبنا يا اما عنده في الميكرويف، لو في الميكرويف عنده بالشكل ده، او ما عندهوش بس بيبقى فيه موجودة من فوق البوتاجاز. ساعات بتشتغل اوتوماتيك، ساعات انت بتشغلها، سامعين الصوت ده اللي هو ايه بتاع طرد الهواء، ده بتاع طرد الهواء. فدي لو انتوا عندكم، لو انتوا هي ساعات اغلب الوقت بتشتغل لوحدها، هي بصوا اسمها كده، فانتوا تخلوا بالكم فيها سرعات طبعا. فانا ايه بوقفها لان مفيش اي حاجة هنا، بطفيها وزي ما قلت فيها سرعات. فدي اللي هو الشفاط بتاع الهواء اللي هو موجود في مصر عن طريق المناور، لا هنا موجود فوق البوتاجاز بطريقة معينة واصل فوق للسقف وبيطرد البخار ده بره البيت. تعالوا نربح حاجة، واخر حاجة معانا السموك، اللي هي بتاعت السموك، اللي هو بتقول اللي هي اول ما بتشم السموك. انا هحط لكم فيديو صورته قبل كده على ان لما بتيجي تشم شويه دخانه بس جايل عليها بتعمل ايه. انا شايلها علشان البطاريه خلصت، هي مكانها هنا شايفين كده. بعد عنكم لما البطاريه بتخلص بتبقى ايه يعني، بتفضل تعمل صوت كده غريب، ابقى اصوره لكم. هي البطارية هنا وليها نوع معين من البطارية اللي هي بيسموها V9 او 9V whatever يعني، فبتتحط. وبعد كده شايفين السلك ده اللي نازل منها، السلك اللي نازل منها ده هو اللي بيتحط من ورا هنا، هو اللي بيتحط من ورا هنا وتدخل في الحيطة وتتحط في الحيطة، بحيث ان ايه او في السقف ام سوري، بحيث ان لو في اي حاجة حصلت او في دخانة لا قدر الله، لو في حريق في البيت، دي بتفضل تزن، مش موجودة هنا بس، لا موجودة هنا وموجودة في الاوض بتاعتنا كلها فوق، وموجودة تحت في واحدة تحت وهكذا. انا طبعا مستني اجيب حجر ليها عشان احطها، عشان كده مش سيفتي. هو عامة من ضمن الحاجات، بعيد عنكم لو في اي حقيقة حصل وبتاع، اول حاجة التأمين بتشك عليها الحاجات دي شغالة ولا لا، فنخلي بالنا منها. ولو سمعنا صوت اللي هو تيت تيت، معناه ان البطارية عايزة تتغير، فما يعني ما تكبروش دماغكم وتشلوها وخلاص، لا غيروا البطارية. ودي كانت حلقة على السريع عن من هاني مريان في بلاد الأمريكان، وحلقة عن الاختلافات، وكانت المرة دي من المطبخ. أنا أخدتكم المرة اللي فاتت أم سوري في الحمام، لكن المرة دي عن المطبخ لسبب واحد.
سبب واحد اني مريان بتقلي طعمية، فالدخانة جت هنا وخلتها كامل. طبعا بنعمل ايه؟ نتفادى الموضوع ده. ومن هنا بقول لكم سلام.